نعم لقد استطعنا ثم نتطلع إلى الأمام بتصميم ونقول سوف نكمل المشوار وننطلق بالمسيرة. الحضور الكريم، منذ قليل استمعنا إلى توصيات ومقررات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع الذي انعقد عملا 3 أيام ليناقش قضية بالغة الأهمية من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة على طريق إكمال المشوار الوطني المصري الذي يستهدف إقامة الدولة المصرية الحديثة وهي قضية الاستثمار والتصدير من أجل تشغيل البرلمانية وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء سواء فيما يتعلق بوحدة الهدف أو سلامة الطريق أو صحة الاتجاه أو حجم التحديات. وإن حصل الاختلاف في درجة السرعة أو معدل المسار أو الساعة لاختصار المسافة وهو أمر محمود يعكس اتساع آفاق الطموح والرغبة في بلوغ القصد في أقل زمن. كما تعودنا منه في نهاية كل مؤتمر من مؤتمراتنا السابقة، وإنني على ثقة من أن التوصيات سوف تكون محل اهتمام من جانب زيادته كما اعتدنا منه إزاء كل جهد مصري مخلص يستهدف صالح الوطن والشعب. وقد انتهى المؤتمر إلى تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر برئاسة السيدة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووصفها تحمل ملف المتابعة في مجلس الوزراء. تضم الأمانة في عضويتها الوزير أسامة صالح الأمين العام للمؤتمر والسادة مديري الجلسات من الوزراء السابقين ورجال الصناعة والإنتاج والخبراء بجانب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأستاذ وليد عبد العزيز مدير تحرير الأخبار ومقر المؤتمر. ونأمل انعقاد أول اجتماع للأمانة هذا الشهر لوضع الخطط التنفيذية والجدول الزمني لتنفيذ التوصيات ورفع تقريرها إلى السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي حرص كعادته على افتتاح هذا المؤتمر وإثرائه بكلمة جامعة تضمنت برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة وأكد عزمه على وضع ما سيسفر عنه المؤتمر من توصيات ومقررات موضع الدراسة والتنفيذ.